مملكة البحرين تستضيف وللمرة الأولى على أرضها مجلس جامعة الدول العربية، وسط تنظيم ضخم ومميز يجسد الصورة الحضرية للمملكة. وقد بدأ توافد رؤساء الدول العربية للمشاركة في القمة العربية الخميس، وسعياً لتميز القمة ارتكزت جهود المنظمين على مسارين لوجستي وسياسي. مرحب فيكم قناة الجديد في مملكة البحرين في بحرين العروبة. طبعا منذ وقت طويل بدأت تحضيرات إلى هذا الحدث التاريخي الكبير، وهو استضافة القمة العربية في دورتها العادية 33. كانت التحضيرات قائمة على مسارين متوازيين. المسار الأول كان هو المسار اللوجستي التحضيري بما يليق باستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية على أرض المملكة، وكان هناك أيضا المسار الثاني وهو المسار الموضوعي السياسي، ولعلكم تابعتم الزيارات المكوكية التي قام فيها سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى العواصم العربية المختلفة. طبعا اليوم تتشرف مملكة البحرين باستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. وكذلك التنظيم الإعلامي الذي يضم المركز الإعلامي للصحفيين من مختلف الدول وأبرز الشخصيات السياسية التي تصل تباعا. نعم، بحسب ما نراه يعني هناك تنظيم دقيق جدا من يقوم فيه مركز الاتصال الوطني وكذلك وزارة شؤون الإعلام من أجل تسهيل مهام الإعلاميين والوفود المشاركة في التغطيات الإعلامية. فيعني نتطلع أن الوفود الإعلامية تكون أيضا في وضع مريح ومطمئن من أجل أن تكون التغطية شاملة ووافية لهذا الحدث التاريخي الكبير. فنسأل لهم يعني إقامة طيبة لدينا أيضا ومهمة ناجحة في تغطيتهم الإعلامية لهذه القمة. ستعقد القمة العربية في قصر صخير في البحرين لما يحمله هذا الموقع من أهمية تاريخية، كما سيشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثلا لبنان في مقدمة وفد وزاري. من العاصمة البحرينية المنامة، ريبيكا سمعان، قناة الجديد.